السلام عليكم، هلا بالغالي، الله يعطيكم الصحة والعافية. الشباب والبنات اللي قاعد يحفظون كتاب الله عز وجل، قاعد يتعلمون تجويد، عسى ربي يثبتكم. ضروري تسمعون بس هل كلمتين. في خطأ منتشر وقاعد اسمعه يعني وايد بالحلقة، بتسميع الشباب الله يحفظهم، بأكثر من مكان. حتى توني سمعت مقطع كان في يعني هالشيء واضح. حرف التاء المتحرك الهمس فيه ما يكون وايد، يكون بسيط. هي التاء والكاف صفة الهمس فيها لازمة، بس غير عن التاء الساكنة أو الكاف الساكنة. إذا تحركت التاء صار عليها فتحة أو ضمة أو كسرة يصير الهمس فيها بسيط. يعني مثال: الذين تتوفاهم الملائكة. شوف تتا، تسمع تاء ما فيها حرف السين، مو مشمومة بالسين، لما تصير فيها همس وايد الذين تتوفى تصير مو حلو. التاء المتحركة الهمس فيها شي ناعم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت، شوف شوف اللي ساكنة، قالت تقدر تتهمس على راحتك. قالت نملة يا أيها النمل دخلوا، شوف يوم قلت قالت نملة، يعني فيها همس بس ناعم. زين الساكنة لا عادي. شوف تبت يدا أبي لهب وتب، شوف وت همس ناعم، تبت يدا بين الهمس. هل ملحظ هذا؟ انت لو تتقنه انك تطلع مخرج التاء بالهمس كذي الخفيف المتحرك، اذا كانت متحركه واذا كانت ساكنه تطلع همس صح، وايد راح تفرق القرايه وتصير جميله جدا. يعني سبحان الله مخرج التاء خصوصا اذا كان في همس المتحرك يؤذي السمع. فلما تضبط انت يعني المخرج هذا على وجه التحديد تصير القرايه ترى راقيه وجميله. درس شيء تجويدي بسيط، عسى ربي يحفظكم.